صباح النور عليكم، كنتمنى تكونوا صبحتوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. دابا كما كتشوفوا اول حاجه كنبدا بها صباحي هي الفطور بطبيعه الحال. وجدت هنايا فطور اللي هو فطور عادي، فيه الكونفيتور، هنا فيه الزبده، الجبن. هنايا انا كيعجبني ندير املو مع العسل الحر والزيت وخبيز بطبيعه الحال، هما باش كنبغي نفطر. ودابا غنفطروا باذن الله وهانتوما معايا. ودابا انجي البول، خصكم باقا كدير البول لحقاش السباحه صراحه مع الحمل مهمه، هادشي علاش كنديرها على الاقل ثلاث مرات في السيمانه. ملي كاين البول في لاباك يعني كي كنخرج كنجي نعوم واحد الساعات كنمشي للدار. دابا انا جيت للبول، كنت بعدي فيه بعد ما جيت من المدرسة ومن الكول. اليوم الجمعة عندنا، كنتمنى ليكم جمعة مباركة بإذن الله. دابا بغيت نصايب واحد شوية ديال البلبول باللبن وكندير معاه الفول. هنايا في الكسكس رميت شوية ديال الفول ومليحة، دابا غندير عليه الفول. هاد الفول غادي نسيقو وغادي نشيدو من بعد. هكا اللي يطلع له يعني هكا الكسكسو بالخضرة بلاصتو، هكا شي خطرات كنبغي نديرو. هنايا درت الذرة، غادي ندير معاه واحد شوية زويتة بلدية بطبيعة الحال، وغادي هكا يعني ديك الزويتة نوزعها عليه بشكل متساوي، وهنديرو يفور ليا. وكتفوروه ثلاثة تفويرات يعني عادي كما كتفورو كسكسو ثلاثة ولا أربعة على حساب أنا، حيت كنخليهم يعني مدة طويلة كنقدر نكتفي بثلاثة، وإلا عاودتهم دغيا دغيا راه كندير ربعة حتى الخمسة. شوفو يعني راه فورتو المرة الثانية، ودابا التالية. هنايا داك الفول حيت طلق هزيتو درتو في زليفة، ودابا فاش يفور التفويره التاليه غنغسلو ونخليه يعني يبرد شويه ما يكونش لي طايب، وغادي نقدمو مع اللبن ان شاء الله باذن الله. دابا بعد ما طاب البلبول ديالي كما كتشوفو يعني راه كنفورو عادي، غير ما كنديروش الخضره واللحم وداك الشيء، يعني هذا كيجي باللبن. هنايا هذاك الفول وكيتقدم بطبيعة الحال مع اللبن. وصراحة هاد الأكلة صحية والإنسان كيبدل بها فاش كيطلع اللحم في الراس والخضرة وداك الشي، أنا كنديرها وزوينة للغدا ولا للعشا، كيبقى ليكم الإختيار ومغذية. الذرة كما كتعرفوا الفوائد ديالو راه كثيره. وصافي هذا هكذا، صافي كندير معها الفول حيت صحي وفيه لاسيد فوليك، وبالنسبة هكا للحوامل راه مفيدة هذه صراحة للغذاء. واللبن بطبيعة الحال،
تقدروا ديروها للعشاء. وهذه أكلة بلدية يعني كيديروها الناس الكبار هكا شحال هادي. وحنا كانت كديرها النجدة، كانت كديرها ماما الدار، وباقا كديرها لبابا، يعني العائلة باقين كيديروها. وكاين اللي ما كيبغيش الفول، تقدروا ما ديروش الفول وديروا غير البلبول أو البل بحال شكل سيكوك، كيجي حتى هو مزيان. ودابا غنتغداو بإذن الله. أنا وجدت راسي غنمشي للمدرسة. المهم هانتوما معايا، لبست هادي مع هاد الشي اللي شريت ديال الحمالة. My friend Yukaria talk with us. Talk with my friend in YouTube. Okay. English? Yes, Spanish. In English. Hi guys. My name is Yukaira. She's my friend. How are you? How in form? We are here at college. Yes. And my friend too. Kenya. Hi. Nice to meet you. I'm Kenya. Yes. هذه صاحبتي كينيا وهذه يوكاريا كيقراو معايا. صراحة هما كيهضروا بالسبليونية، ما تيعرفوش العربية. Yes. Yes. You understand me. Yes. Enjoy in the channel. See the video. Yes. Bye. صافي كنضل هكا سالا نهاري. اليوم كنت قرية في الليل، مخرجت حتى لسبعة ونص. صراحة عييت، غادي نمشي نعس. وكنتمنى لكم ليلة سعيدة، وكنرحب بالمشاركين الجداد وكنقول لهم مرحبا وألف مرحبا. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد بإذن الله. تصبحون على ألف خير.